وخلينا كمان معانا مداخله مهمه جدا، كابتن شريف عبد المنعم منورنا دلوقتي من خلال المداخله التليفونيه، نجم النادي الاهلي طبعا الاسبق. يا كابتن شريف صباح الهنا على حضرتك. صباح الخير انا وانت، صباح الكل. اهلا بيك، وانا بتفائل دايما يا بوجودك معانا يا بمداخله قبل اي مباراه قويه للنادي الاهلي وكبيره للنادي الاهلي او بطوله، فسعيدة ان حضرتك معايا دلوقتي على التليفون بجد، وعايزه اروح معاك شويه لان انا لو حضرتك يعني سمعتني او تابعتني في بدايه الحلقه انا بقول الدوافع المره دي مختلفه تماما بين الاهلي والزمالك. انت عندك استقرار اصبح دلوقتي في نادي الزمالك في مجلس الاداره بشكل كبير، احنا كده كده طول عمرنا عندنا استقرار اداري، لكن في تناغم رائع جدا واصبحت هناك او عادت مره تانية العلاقات المحترمه بين الناديين، وده الامر الطبيعي. فنيا احنا الحمد لله عندنا سكواد واثنين دلوقتي اصبحوا على جاهزيه عليا، نادي الزمالك بالصفقات الاخيره والتدعيمات في خط الوسط كمان اصبح عندهم برضو سكواد رائع جدا. الدوافع عند نادي الزمالك انا عايز ابقى موجود مره ثانيه اعود للمستوى بتاعي، واكيد بالنسبه لهم هذه البطوله وفوزهم على النادي الاهلي حلم وخلينا نقول طموح مشروع. على الصعيد الثاني انت النادي الاهلي وعايز تثبت للعالم كله وكل المتابعين وقبلها جماهيرك اللي بالملايين ان انا النادي الاهلي وهفضل على القمه والبطولات دي بتاعتي، فدوافع مختلفه. خليني اعرف برضو قراءتك للمباراه يوم الجمعه ازاي يا كابتن شريف؟ اتفضل. أولًا إحنا بنشكر طبعًا المملكة العربية السعودية إنها هتخلي هذا الحدث بشكل عالمي حقيقة، وهنعمل حاجة إذا كان الأهلي والزمالك بالنسبة لجماهير الأهلي والزمالك اللي موجودة في المنطقة العربية كلها خاصة في السعودية، فإحنا إن شاء الله كمباراة نسيب ذكرى جميلة قبل وبعد المباراة. وزي ما انت اتفضلتي قلتي كده ان الدوافع موجوده عند الفرقتين، يعني كل منهم الاهلي بيدافع عن المنصه العالميه بتاعته اللي هو موجود فيها، والزمالك بيحاول يكون موجود بالشكل الجديد بتاعه بمجلس ادارته الجديده بالدوافع الجديده بالضغوط اللي عليه الجماهيريه بالمطالبه ببطوله قريبه، فاكيد المباراه هتبقى مباراه كبيرة جدا، أكيد هتبقى فيها اهتمام وتركيز جامد جدا من الفريقين ومن الأجهزة الفنية. الأهلي كعادته، الأهلي بيلعب إذا كان هيروح يلعب ميديانا في أفريقيا أكنه بيلعب الزمالك بالظبط في نفس المفهوم ونفس الشكل بتناول كل مباراة، الأهلي ما بيلعبش غير على الفوز بس، وده الدستور اللي إحنا اتعودنا عليه من إحنا صغيرين. اللي انت قلتيه ان الاهلي هو اللي عنده الخبرات الكبيره في المباريات دي، وخصوصا المباريات زي دي بيبقى لها عوان اوقات، يعني الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث فيها بتاع حوالي اربع خمس اجزاء خلال المباراه، يعني اول 20 دقيقه بتبقى قصه التعارف الاحتكاك لو في صفقه تهديف ليكي او حصل لا قدر الله ودخل فيكي هدف او اي حاجه، في سيناريوهات كتير قوي في مباريات القمه دي بتبقى ليها استعدادات نفسيه وخاصه من الاجهزه الفنيه على فكره، يعني اللاعب كل ما مطلوب منه ان هو يكون في الحاله البدنيه يعني القصوى بالنسبه له او المثلى، يعني المثلى بالنسبه له ان هو يكون انا واقف في اليوم ده على رجلي بدنيا، ما فيش لعيب يشترك وهو نص نص او مصاب او في شبه اصابه مهما كانت نجوميته، يعني ف انك تحددي مين اللي هيكسب او تقولي هي برسنتج، يعني ممكن نلعب 70 30 انما الملعب بيبقى له كلمه ثانيه، الحضور الدخول في المباراه التركيز الروح بتفرق كتير جدا طبعا طبعا، فالمباراه دي بتبقى لها شكل احتفاليه كبيره جدا، يا رب تكمل على زي الاستعدادات اللي حصلت كده، ان شاء الله تطلع مباراه كبيره باذن الله ويكون من حظ اوفر للنادي الاهلي. نتمنى ذلك كابتن شريف. خليني اسالك انت ما سافرتش معاهم ليه كابتن شريف؟ انا كنت عارفه ان حضرتك كنت عايز تسافر. خليني اسالك انت ما سافرتيش ليه؟ والله انا كنت عايزه اسافر برضو بس ما اعتقدش ان بنات تقدر تسافر مع البعثه للاسف. احنا ممكن نحصلهم احنا بقى. المره دي حصل تنظيم معين، يعني اعتقد المذيعين هم اللي
هيعملوا التغطية. يضربونا هناك المرة الجاية احنا يعني ما خلاص فرق بيننا وبين بعض يعني. أكيد أكيد يعني أكيد. معجزة واحدة وإن شاء الله المرة الجاية. إن شاء الله وكده كده. المهم نحتفل يعني. بالظبط بالظبط يعني سواء فعلا حاضرين في الاستاد أو متواجدين في المملكة العربية السعودية أو متواجدين في مصر متواجدين في أي مكان في العالم إن شاء الله كلنا نفرح في نفس الوقت. اتفضل. عايز أقول لك أنا جاتلي دعوة الحقيقة. بس ما أقدرش يعني أنا الدعوة فيه يعني بشكرهم طبعا الدعوة اللي جات لي بتقدير وكل حاجة والمرة الجاية بإذن الله نحققها. لكن إحنا عندنا أنت عارفة نظم وحاجات كتيره لازم نمشي وراها قبل اي شيء. صحيح. طيب قبل ما اقفل مع حضرتك برضو كابتن شريف خلينا نتكلم سريعا عن الفنيات. حضرتك بتتكلم او بتشوف ازاي النادي الاهلي يبدا او الافضل للنادي الاهلي السيناريو الافضل خلينا نقول في الملعب ايه هو؟ والله عايز اقول لك الحاجه انا بشكرك انك سالتيني السؤال ده. انا هقول لك على حاجه انا عايز اقول فرقه فاهمه ازاي؟ نفسي فيها يعني نفسي يلعبوا بر. اعتقد ان مصطفى شوبير طبعا ومحمد هاني وربيعه ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومروان وامام عاشور وكوكا ورضا سليم ناحيه اليمين وكهربا وحسين الشحات. هو اعتقد هيبدا بكهربا اعتقد يعني. أنا أتمنى مش عايز أنا مش عايز مش عايزين نجزم بس نتمنى ده أعتقد السيناريو. مش عايز أروح أجس الماتش لسه لا أنا عايز أبقى فول باور من الأول وبعدين ما كلنا موجودين مع بعض يعني خلينا وكهربا وش يعني كهربا في المباريات دي بيبقى حظه حلو كمان وأكيد هيبقى عنده دوافع كتير قوي إنه عايز وفي الأجواء دي كهربا أعتقد بيركز وبيبقى ليه وجود وبيتعمل له حساب يعني وحضور في منطقة الجزاء. صحيح وعنده خبره هو في الماتشات من النوع ده تحديدا يعني كمان يعني واعتقد انه اصغر سنا يعني كمان يعني في المنطقه دي هو الافيلبل بالنسبه لنا لو مفيش حد مصاب تاني يعني اعتقد يعني لا في جاهزيه للعيبه اللي انا بتمناه يعني. نتمنى ذلك وخلال يعني اعتقد وقت مش طويل هنقدر نعرف بالظبط التشكيل. كابتن شريف انا بشكرك جدا جدا وصباح الفل عليك. شكرا ليك جدا.